تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، انطلقت فعاليات مؤتمر البحرين الأول لتنظيم المهن والخدمات الصحية تحت عنوان خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمشاركة ما يزيد على 700 مختص وخبير من مختلف التخصصات الصحية من داخل البحرين وخارجها. استرعاء لحاجة الدول في تطبيق اللوائح الصحية التي تؤطر العمل الطبي بكامل أوجهه داخل مؤسساتها العلاجية، واستدعاء لمبدأ الامتثال لكل ما تنص عليه تلك اللوائح من أنظمة وقوانين صممت خصيصا لمواجهة الكوارث الوبائية التي تتصدر البيئة ومن بعدها الإنسان أولى المسببات بتشكلها. يجيء مؤتمر البحرين الأول لتنظيم المهن والخدمات الصحية كاشفا النقاب عن عديد الموضوعات الساخنة التي انحصر إطارها ضمن دائرة تنظيم عمل قطاع الرعاية الصحية عبر الاستعانة بأدوات تكنولوجية تتكفل بمواجهة التحولات والعوائق التي قد تعترض طريق هذا المجال. من المهم جدا أن تلتزم المؤسسات الصحية والعاملين الصحيين باللوائح الصحية اللي تضمن تقديم خدمات آمنة وذات جودة. نحن نتكلم عن أمراض مزمنة، نتكلم عن وبائيات، نتكلم عن خدمات صحية تقدم، نريد أن نطمئن من خلال اللوائح والمعايير أنها تناسب العالمية. أهم شيء في الصحة أن يكون التعامل في سلامة وفي جودة، فشعار المؤتمر شعار جميل. السلامة أي ممارسة صحية أو طبية تكتنفها خطر، احتمالية حدوث خطأ، سوء فهم، خطأ طبي، فمهتمين جدا احنا في القطاع الصحي أن تكون الممارسة سليمة آمنة ثم ذات جودة عالية. 3 أيام المؤتمر ستشهد وبإسهاب مناقشة جملة من الأوراق العلمية المتعلقة بكيفية تحسين المتطلبات والمؤهلات المهنية اللازمة لضمان تقديم أفضل الممارسات الصحية في جميع الدول الراغبة والمتطلعة لذلك. حرصنا أن احنا اليوم نتواجد في مؤتمر النهرة حق معرفة مزيد من اللوائح والقوانين اللي تبع الصحة، وإحنا جدا فخورين أن نكون متواجدين في هاي المؤتمر على مستوى البحرين، ونتمنى إن شاء الله تكون مؤتمرات ثانية على مستوى الخليج العربي. إحنا نقدم برامج صحية، أول مركز تدريب صحي في مملكة البحرين، نقدم برامج صحية بالتعاون مع مختلف البلدان والأوردينج باديز مثل أستراليا وفرنسا. حدث يتماشى مع الرؤية الاقتصادية البحرينية 2030، وهو من يشكل فرصة حقيقية لتبادل الآراء والخبرات ليسهل تعلم أفضل التطبيقات العملية الرامية إلى مراعاة القرارات الصائبة لغاية فضلة، ألا وهي شعور المرضى بالأمان النفسي والبدني أثناء تلقيهم للعلاج. إلى جانب ما يطرحه المؤتمر، يبرز هذا المعرض ليقدم باقة من التطبيقات العولمية الصحية التي سيكون لها بالغ الأثر على القطاع الطبي برفضه بعدد من الأدوات والحلول التي ستنعكس إيجابا على صحة المرضى. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.